بعد انتشار ظاهرة بيع وشراء العمالة المنزلية أو كما نسميها الإتجار بالبشر، نتابع هذا التقرير. باحثة عن عمل يكفل لها لقمة كريمة، تاركة عائلتها وابنها وبيتها وجزءا من قلبها داخل البيت، وهي على بعد آلاف الأميال في بيت غريب وأفراد لا علاقة لها بهم سوى عقد يضمن حقها. فالعقد شريعة المتعاقدين، ولكن سرعان ما يتغير الحال حتى ترى صورتها في موقع حراج للسيارات والخردة تحت عنوان خادمة للتنازل. هذه الظاهرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة، من المسؤول عنها؟ حنتكلم بتفاصيل أكثر بأبعادها الثلاثة مع المحامي خالد الفاخري. حياك الله أستاذ خالد. يا هلا والله، سهلا فيكم. أهلا فيك. يعني زي ما شفنا في التقرير، الموضوع هذا جدا حساس، ويمكن أكثر بعد من هذه الأبعاد الثلاثة أثر فيه أنا شخصيا حقوق الإنسان. نعم. من متى نبيع ونشتري في البشر؟ فلو تكلمنا عن سبب انتشار هذه الظاهرة. ولا شك، يعني أول شيء تخصصكم هالفقرة على هالموضوع كويس، نحن الناس تعرف أبعاده. أي. نلاحظ أنه بجهل من الأفراد أنهم أحياناً في وقت ماضي، الآن ما عاد موجودة هذه لأنه صارت في أنظمة سن وتحد من هالسلوكيات، كان في أول إعلانات في الصحف أو في موقع إلكترونية في خادمة للبيع أو سائق للبيع أو للتنازل هي عبارتين مترادفات. وبالتالي أصبح هناك سلوكيات من الأفراد يعاملون الشخص الإنسان كسلعة تباع وتشترى بدون إرادة منه. نظام الإتجار بالأشخاص الصادر في المملكة عرف الأشخاص أو عرف الجرائم أنه فقد الشخص قدرته أو تحديده لمصيره، وبالتالي ما له الخيار بأنه يحدد وين يكون موجود أو وين ينتقل أو كيف أنه يمارس حياته بحرية شخصية كاملة. لما نتكلم عن بيع وتنازل خادمات، هذا يعني بالصورة الموجودة في المجتمع أنه الخادمة أو السائق ما له خيار، وبالتالي ينتقل من طرف إلى طرف آخر بدون إرادة منه وبدون أي مشورة أو أخذ إذن لرغبته، حتى ما يعترض. بالضبط. لما يعني نتكلم من ناحية حقوقية وقانونية مع الأشخاص نقول والله هذه في مخالفات، يقول لك لا أنا تعبت ودفعت الفلوس وجبته، وبالتالي هو ما رغب إنه يشتغل عندي أو سوى لي مشاكل. جميع الأعذار ما تنفي الإنسان من الوقوع في الجريمة. نعم. وبالتالي إيش السلوكيات المفترض أنها تتم لما يكون هناك خلاف ما بين العامل ورب العمل فيما يتعلق في العمل أو أدائه؟ لرى صاحب العمل خيارين، الخيار الأول الاتفاق مع العامل أنه ينتقل إلى طرف آخر برضا العامل وبموافقة العامل على الشروط للعمل عند الطرف مين الآخر. مين يشهد على هذا الموافقة؟ لازم تتم أمام مكتب العمل. مكتب عمل. لضمان الحيادية ولضمان حقوق الطرفين العامل ورب العمل. في من بعض أرباب العمل مثلا يتحدث يقول لك أنا استخدمت ودفعت مبلغ مالي لمكتب الاستقدام وخسرت مبالغ، مو معقول أنه أخلي العامل ينتقل لطرف آخر أو أقوم بتسفيره لبلده وبدون ما أخذ مستحقاتي. هذا أمر مختلف. أي. أنت بإمكانك أنك أنت ترفع والطالب العامل باتفاق بينك وبينه أنه تكلفة العقد، طبعا الاستقدام مترتب على إجراءات معينة وافق عليها العامل وفق العقد اللي وقع في بلده، وبالتالي بإمكان الطرفين الاتفاق على أمر معين ألا هو قيمة معينة من جزء من العقد يدفعها العامل لرب العمل، وبالتالي يمكن صاحب العمل العامل من الانتقال لطرف آخر برغبة العامل أو إعادته لبلده وفق ما نص عليه نظام العمل. طيب أستاذ خالد، هل توافقني الرأي في أنه هذه السلوكيات أو التصرفات المتخذة من أرباب العمل هي السبب في هروب العمالة، طيب، ومخالفة العمالة، أن تجي أحد العاملات تسرق أو تسوي شيء وفجأة تختفي؟ مو هذه السلوكيات اللي مثلا أنا كربة عمل قاعدة أتصرف فيها معاهم، مو هذه هي يعني تؤدي فيهم إلى كذا؟ ما أتفق معك، والسبب في هذا الشيء أنه العمالة كذلك تجهل الآلية النظامية لحقوقها. لما تكلم بالآلية النظامية في المملكة في جهات تحمي حقوق العمالة بغض النظر عن جنسياتهم، وبالتالي بإمكان العامل، وهذه دائما ألقي الاتهام وألقي يعني المشكلة على جهات العمل في دولهم، ما ثقفت العامل
لما يجي للمملكة المفترض أنه ثقفته بالأنظمة المعمول فيها في المملكة اللي عليه. بالضبط. إضافة على هذا الجهات اللي ممكن يلجأ لها العامل لأخذ حقه، وبالتالي يعني يستطيع أنه يطالب بأخذ حقه وفق النظام. بعض العمالة اللي يعرف ما له وما عليه نلاحظ أنه يتواجد في مكتب العمل نظام أو السفارة دائرة أو السفارة صحيح. والنظام في العمل المملكة إيش نظم من آليات تحمل العامل حقوقه؟ أحيانا نلاحظ أنه بعضهم يبرر سبب هروبه أنه رب العمل ما أعطاه رواتبه لمدة معينة. نظام العمل في المملكة والأنظمة والتعليمات اللي صدرت أعطت العامل الحق في الانتقال لرب عمل آخر إذا مر 3 شهور لم يستلم رواتب. إذا اللي صدرت حديثا. إي بالضبط. وبالتالي التعديلات الحديثة في الأنظمة يعني في لائحة جميلة صدرت اللي هي لائحة حقوق خدم المنازل. نظمت ساعات العمل، نظمت مالهم وما عليهم، الإجازات، الرواتب. بالضبط. وبالتالي لو نسأل أحد من العمالة أو نسأل أحد من أرباب العمل خاصة العمالات الفردية اللي في البيوت كثير يجهلها اللائحة اللي ملزم فيها رب العمل وصح أول عمل. طيب أستاذ خالد، اللي ما ننكر أنه هي المشاكل حقت العمالة سلسلة مترابطة في بعضها. نعم. ابتداء من أنه أنا أروح مكتب استقدام أستقدم العاملة، طبعا تجلس من 6 شهور إلى سنة. صحيح. وهذا واقع. صحيح. معناك لسه تو كنت جالس تقول لي أنه لا أنت لازم كنت تقدم في مكتب العمل وشكوى ما شكوى، بس هي في الواقع والكثير يشتكي من تأخر استخدام العامل المنزلي أو العامل تسويف المكاتب. بالضبط. جاتني العاملة وبعد فترة طويلة وصلتني وما تناسبنا أنا وهي مع بعض، هي ما تقبلتني أنا ما تقبلتها. البعض يشوف أنه أبسط حاجة يسويها بعد فترة الانتظار الطويلة ودفع مبلغ وقدره أنه أنا أخذها وأقبلها، وأنا آسف الكلمة دي، لأحد تاني ممكن يحتاجه بحيث أنه أقلها بس أحس شوية أنه برد على قلبي الانتظار اللي أنا انتظرته أن أنا أبيعها بالمبلغ ده. نعم. كله بناء على أشياء لازم تتصلح. تراكمات سابقة. تراكمات. صحيح. بالضبط. صحيح. لازم تتصلح من البداية. يعني خبرني أكثر عن هذا الموضوع، كيف إحنا ممكن نقدر نصلح الموضوع من جذوره. جيد. أنت ذكرتي يعني نموذج جميل، والنموذج هذا بسبب عدم المعرفة القانونية في لها آليات ومعالجات على أرض الواقع. ابتداء لما أنا بقدم على أي عامل وعن طريق مكتب استقدام. أيوة. في جهة في وزارة العمل تفيدني بالمكاتب المعتمدة، ولما أقصد بالمكاتب المعتمدة اللي هي مضمونة بالتزامها بتنفيذ الاشتراطات بين صاحب العمل والمكتب. حلو. وبالتالي لما أتقدم ويسووا في المكتب، أول شيء العقد اللي بينه وبين المكتب لابد أن نص على غرامة التأخير، والغرامة التأخير هذه يلتزم فيها المكتب، بمعنى أنه المكتب ذكر أنه خلال 2 شهر راح تأتي الخادمة أو 3 أشهر أوضع مبلغ لغرامة التأخير. هل في مكتب يلتزم بالمدة؟ ما يلتزم إلا بعد تدخل وزارة العمل. كيف التدخل وإيش دورك أنت كمواطن أو مقيم في المملكة تقدم لمكتب للحصول على خادمة؟ التقدم لوزارة العمل لوكيل الوزارة للشؤون العمالية وشكوى ضد المكتب. إيش اللي تعمله وزارة العمل؟ وزارة العمل تحجز من مستحقات المكتب في الوزارة، لأنه أي مكتب يفتح لابد يكون في ضمان بنكي. صح. يقدم الضمان البنكي هذا لوزارة العمل، وبالتالي مستحقات الغير تحجز لصالح من تضرر، ويلزم مكتب العمل بتنفيذ التزامه أو سداد المبالغ المترتبة على العقد اللي هو غرامة التأخير. في بعض الأفراد يقول لك طيب هل معقول اللي هي المبلغ هذا اللي يوضع أو يؤخذ من المكاتب راح يغطي جميع تكاليف المتقدمين للاستقدام؟ مصلحة صاحب العمل والمكتب الاستقدام أنه يمشي شغله، وبالتالي ملزم أنه يلتزم مع العامة بما اشترط فيه في العقد، وبالتالي نلاحظ كثير من الشروط تنحل. لما ذكرتي أنه لما تحضر الخادمة والخادمة هذه ما يكون في اتفاق بينكم خلال 3 شهور، يعني يبان يعني مدى تقبلكم لبعض، لا مدى غير التقبل، مدى جودة العامل للعمل من عدمه. نعم. وبالتالي إيش الخيار؟ الخيار مباشرة أنك أنت تتقدمين لمكتب العمل لإلزام صاحب العمل إذا لم المكتب استقدام إذا لم يلتزم بإعادة استقدام عاملة أخرى. في بعض الأشخاص يقولك العاملة تهرب. صحيح. خلال هالفترة هربت الخادمة، إيش أسوي؟ برضو وزارة العمل تلزم المكتب بإعادة رسوم الاستقدام واستقدام عاملة أخرى.
ونجلس نستنى كمان بالشهور. فيها تعويضات هذه، يعني الآلية النظامية الآن موجودة اللي وجدت لحماية ضرور يعني حقوق المستهلك، وبالتالي مستهلك أنا والثاني والثالث، اللي هي الالتزام بالعقود، والآن أصبحت مظلة نظامية وزارة العمل تحافظ على هذه الحقوق. أنا ما أبغى يعني أنه أنا أهاجم مكاتب الاستخدام أستاذ خالد، لكن تحت كلمة مكاتب الاستخدام خطوط حمراء مرة كثيرة، حنكملها معاكم قصة. لكن مشاهدينا نطلع فاصل ومكملين معاكم بعد الفقرة. ورجعنا مشاهدينا طبعا مكملين مع أستاذ خالد. أستاذ خالد، الموضوع له أبعاد كثيرة طبعا، فخليني أسألك أنه الحد من هذه الطريقة قبل لا أفكر، عفوا، الحد من هذه الظاهرة اللي هي بيع الخدم، أو خليني أقول انتشار الإتجار بالبشر، قبل لا نفكر نأخذها من مناحي أخرى. طبعا يعني فكرة أو مصطلح الإتجار بالأشخاص بمجرد ذكره معناته أنك أنت وضعت أشخاص كأداة، كأداة أنك تبيعها وتشتريها بدون فترينة. بدون إرادة، كأنك حاطط بدون إرادة. يعني تخيل أنت في عملك تتفاجئين أنه لا، أنت بكرة تنتقلي مكان فلاني بدون إرادة منك، أوكي، بنفس الراتب بنفس كذا ولكن مكان آخر أنت ما ترغبين فيه ولكن مجبر أنك تعملين في هالمكان. هذا المصطلح حنا دائما، لأنه فئات بسيطة عمالة، يعني أغلب الناس صح. يقول لك هذه عمالة مغلوبين على أمرهم كمان بالضبط يعني. ولكن يعني الجميل عندنا في المملكة، وهذا المفترض حنا كسعوديين نفخر فيه، أنه المشرف المملكة وقف بالمرصاد لهالممارسات، ابتداء من نظام المطبوعات والنشر. ولما أقصد بنظام المطبوعات والنشر، الإعلانات اللي كانت تجي في المواقع الإلكترونية، والإعلانات اللي كانت تجي في الصحف، كنا نفتح الجريدة وفي إعلان للبيع أو للتنازل. الممارسات هذه أصبحت عليها غرامات مالية ومحاسبة من يقوم بهذا الإعلان. طب أستاذ خالد، إضافة المحاسبة هتقوم على الأشخاص نفسهم؟ طبعاً. نزيل إعلانات؟ طبعاً، إضافة على هذا، على الوسيلة الإعلامية اللي قامت بالنشر. نعم. وبالتالي على الطرفين يكون في معاقبة. وصاحب العمالة. أيوة. وصاحب اللي هو باع. أيوة. أكيد طبعاً، هو الأساس في الجريمة. والسماعات على ثلاثة. صاحب العمالة. نعم. ومكتب الاستقدام مكتب استقدام اكثر ما يكون عمل الدعايه. أيوة. الشخص اللي عمل الدعايه، اوكي، والوسيله اللي تنشر فيها. بالضبط، احيانا يكون اللي سوى الاعلان هو نفسه صاحب العمل. وبالتالي، واحيانا زي ما تفضلتي انه يكون في وسيط، يعني وسيط هو اللي يحاول يسوق العمال. بالضبط، احيانا تكون بهذا الشيء. ولكن دائما لما يكون في عندك ممارسات مثل هذا النوع، ويكون في عندك لما تجيب عامل او عامله وتذكري لها مثلا انه هل عندك انت رغبه في العمل للطرف الاخر، وتبدي رفضها، ما حد يقدر يجبرها. ولكن بعدم المعرفه بالانظمه، لاحظ انه كثير منهم يجهل. اي عامل بامكانه لما تمارس مثلا مع هالممارسات، او عامله يعني فرضا انه كان في بيت الف وانتقل من بكره لبيت باء، بامكانه اذا كان يعرف حقوقه التوجه لمكاتب العلم وتقديم شكوى. وبالتالي ايش اللي بيحصل؟ بيحصل انه الطرف الف اللي هو الرب العمل الاول راح يتهم بجريمه الاتجار بالاشخاص، وبالتالي بيعهم دون وجه حق وعملهم كسلعه. في عندي برضه نموذج اخر وظهر حديثا وتم تداركه، اللي هو تصوير العاملات للأسف. أوكي. وبالتالي عرضهم بوسيلة إعلامية أنه في عندنا الخادمة هذه، الخادمة هذه، مثل هذه الأشياء. يعني مين أعطاك الحق أنك أنت يعني أنت إضافة النظام الجر بالأشخاص، هذه جريمة معلوماتية. بالضبط. ليش جريمة معلوماتية؟ لأنك أنت يعني نشرت صور أفراد بدون أخذ الموافقة منهم. وبالتالي إحنا كمان حناخذ هذا الموضوع بتفصيل أكثر يا أستاذ خالد. لكن إحنا ناخذ عبر الهاتف الأستاذ خالد أبو الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أهلا بك يا أستاذ خالد. مساء الخير لكم، وأشكركم على طرح مثل هذه الموضوعات، وشكرا أيضا للأستاذ خالد على توضيحاته الجميلة. أستاذ خالد، وزارة العمل بصدد إصدار قرارات جديدة للحد من بيع الخادمات والتلاعب في الأسعار في مكاتب الاستقدام، خبرني أكثر عن هذه القرارات. الوزارة تقوم باستمرار بمتابعة ما يتعلق في سواء مكاتب وشركات الاستقدام، أو ما يتعلق في مثلا عرض بيع أو متاجرة في
العاملات المنزليه. ونحن لدينا تعاون كبير جدا مع الامن العام، فنحن نرصد باستمرار يعني حالات تقوم بعمليه تنازل، عرض تنازل او بيع عامله منزليه، وهذا مخالف طبعا للانظمه في المملكه. فبالتالي ايضا لدينا اداره خاصه في مكافحه الاتجار بالاشخاص، نقوم بالتنسيق مع الجهات مع الامن العام بتحويل هذه الحالات الى النيابه العامه ايضا ليتم يعني تطبيق العقوبات تجاهها. يعني الفتره الاخيره خلال الفتره الماضيه تم تحويل حوالي 35 مثل هذه الاعلانات. العام الماضي وصلنا الى 90 تقريبا اللي تم رصدها. فعمليه الرصد تتم بشكل يومي والمتابعه بشكل يومي ايضا، وحالات كثيره تم ضبطها ومن قبل الجرائم المعلوماتيه ايضا في الامن العام، وهذا التنسيق دائم. وبالنسبه لمكاتب الاستقلال نحن نخالفها ونسحب التراخيص. اعلنا قبل مده قصيره عن مثلا معاقبه ومخالفه عدد كبير من المكاتب والشركات، وسحبنا ترخيص ايضا من مكاتب بشكل نهائي وشركات ايضا. فكل من يخالف السوق يتم، من يخالف هذا العمل يتم مخالفته وسحب التراخيص، سواء اذا كان نظامي، اما اذا كان غير نظامي فيتم تحويله الى الجهات المختصه. وحقيقه اعدنا يعني حقوق لمواطنين من اصحاب يعني اللي لهم حقوق لدى المكاتب والشركات، عدنا حوالي 7 ملايين ريال خلال فترة خلال السنتين الأخيرتين. وأيضا ننوي أنه أي مكتب يتم أو شركة تتم يعني مخالفتها يتم إعادة هذه الحقوق لأصحابها. يعني أستاذ خالد، أنا يهمني أعرف لما يكون العامل متضرر أو السائق العمل المنزلية، يلجأوا لوزارة العمل أو للشرطة أو للسفارة؟ لدينا حنا يعني في الهيئات العمالية خاصة في العمل المنزلية، غير الهيئات العمالية الخاصة في العمالة التجارية العادية. أي. هذه هي مختصة في النظر في قضايا الخلافات العمالية ما بين صاحب العمل أو العامل أو العامل المنزلية. هذه اللجان موجودة موزعة في مناطق المملكة، وهي تنظر في مثل هذا النوع من القضايا. فهناك قضايا تتم مثلا في الإصلاح، وقضايا يتم فيها يعني حكم أصبح أقرب ما يكون إلى الحكم القضائي، يتم رد الحقوق لأصحابه. ودائما هذه تكون حقيقة العلاقة يعني هي العلاقة التعاقدية هي اللي يكون فيها مجال خلاف. بس لو سمحت أنا عندي نقطة أتكلم فيها مهمة جدا. الآن اتجهنا إلى يعني أعلننا عن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية. هذا البرنامج الآن يضمن أنه ما راح يكون في أي دفع يعني إلا من صاحب العمل مباشرة إلى العاملة أو العامل من خلال حسابات تم تنسيقها ومؤسسة النقد في فتحها. فبالتالي الآن اختياري، لكن بشهر 5 ميلادي سيتم إلزام أصحاب العمل بفتح هذه الحسابات، فبالتالي سيتم القضاء على مثل هذه السلوكيات أو السوق السوداء الحاصلة. تفضلي. نعم أستاذ خالد أبو الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا لك. طبعا أعود لك أستاذ خالد، الحين ذكرنا أنه راح في متابعة يومية، ذكر أستاذ خالد في رصد يومي من قبل وزارة العمل، أيضا في سحب تراخيص الأشخاص اللي يعني ما بيطبقوا القوانين والأنظمة مع هؤلاء العمالة. لا شك أنه الأنظمة زي ما ذكرتكم على أرض الواقع تحد من كثير من الممارسات. وزارة العمل يعني في الفترة الأخيرة قامت بإجراءات وقائية للحد من هذه الممارسات. في أشياء ظهرت أو محاولة يعني التفاف على النظام، اللي هو تأجير الخادمات أو في مثلا شهر صحيح. رمضان أو بعض المواسم. سؤال، هل مثل هالممارسات تعتبر جرائم من جرائم الأشخاص ولا لا؟ تعتبر جرائم. السبب في هذا الشيء لأنك أنت جعلت سلعة تأجر عند هذا وتستفيد منها. ما تخلينا عن الإنسانية لهذه الدرجة، كيف؟ طيب في ممكن يتبادر السؤال لأحد الأشخاص يقول لك طيب شركات الاستقدام ما هي تأجر عمالة؟ هذه مرخص لها وفق نظام
تعاقدها مع العمالة على هذا الأساس، أنه يقدمون خدمات باسم الشركة لصالح أطراف آخرين، كمثلا عمالة الشركات في المؤسسات الحكومية وغيرها من الجهات. ولكن اللي يكون عنده فرد يستخدم عمالة أو سائقين باسم الشخص ثلاثة أو أربعة ويستفيد منهم بمبالغ مالية عالية في مواسم او كذا، هذا يعتبر من يقوم بهذا السلوك وقع تحت قالة النظام. صار موضوع سمسره يسرهم يعني اشياء كثيره. يعني احنا نحب نشكر تواجدك معنا اليوم فعلا، ان هذه الفقره كنت ابغاها تطلع باي طريقه من الطرق، خصوصا احنا دحين على مشارف شهر رمضان. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم مشاهدينا، احنا كذا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، نشوفكم بكره في نفس الموعد في امان الله.